السلام عليكم، مرحبا بكم في ماشين يوتيوب غسيت فاسيل دو اسلا. اليوم جبت لكم واحد البلا هكايا خفيف ظريف، ان غراتان تاع البوم دو تيغ تاع بطاطا، بصح طريقه مليحه ويعتجب العائله سيغمون. هنا شوفي، لازم توالفوا الطريقه تاعي في السمون ونوجد كاع المقادير باش ما تطول، باش ما نطولش عليكم لا فيديو. شوفوا هنا راني درت بطاطا مغليه، راني اكرازيتها، درت فيها زوج مغارف تاع المايزينا ودرت فيها نص مغرف تاع زبده كيما راكم تشوفوا هكذا. دوك هادو كامل نعجنوها مع بعضها. هنا وجدنا الفرماج فوندو، هنا وجدنا الصدر تاع الدجاج مع البصل، قليناه بيان ونزيدو عليه شويه معدنوس، وهذه حبه تاع البيض نسحقوها للبطاطا تاعنا. هكذا نعجنوا البطاطا تاعنا مع هذيك شويه تاع الزبده والزوج مغارف تاع المايزينا باش تكون عندنا شغل كومي بات. وهنايا نزيدو لها شويه فلفل كحل، هنا نديرو شويه فلفل كحل ونعجنوا لاباط تاع البوم دو تيغ ديالنا. دوك نزيدو الحبة تاع البيض هكذايا ونزيدو نعجنوهم. هاي ليك البطاطا تاعنا كيفاش ولات، ولات كي العجينة فوالا. نزيدو هدايا الدجاج هذا تاعنا اللي حمرناه، مع تقطعوهم بتي دي وتحمروه مع البصل، شوية كركم، شوية زنجبيل، شوية فلفل كحل والملح، هادو هما كامل منسمات يحبهم الدجاج. ومن بعد كي نحوهم من النار نزيدو لهم شويه تاع المعدنوس، قيس مغرف تاع ماكله ولا كونتيتي تاع البطاطا على حساب شحال راكم نتوما في الدار، الا كنتو بزاف ولا كنتو شويه على حساب العائله تاعك. هكا تخلطوا كلش ودوكا نجوزو للمونتاج تاع لو بلا ديالنا. حاجه سهله وخفيفه في رمضان هدايا. دوكا واش نديرو؟ نحكمو شويه من البطاطا تاعنا، نديرو لها هكذا ولي مولون سيليكون هاد لافورم. هاني درت لهم الزبده كيما راكم تشوفو باش من بعد كي نديروهم في الفوغ ما تلصقش البطاطا ديالنا. هذا ومن بعد نديرو من لافارس هادي فوالا، نعبزو هكا شويه، نزيدو نديرو شويه من فرماج فوندو هكذا، نجيبو هادي من هنا هكذا، بعد نزيدو نجيبو شويه بطاطا هكذا، ومن بعديك نديرو لها هكذايا. حاجه سهله و بريزونطابل. دوك نكمل كامل لا كونتيتي لي عندي و بعد نتلاقاو. كيما راكم تشوفو انا كملنا لا كونتيتي تاعنا، هانا درناهم هكذا. دوكا واش نديرو؟ نحطوهم في الكونجيلاتور يحكمو شويه روحتيهم بيان، و نسخنو لو فور ديالنا و نحطوهم ا تمبيراتور موين، نستناو حتى يحمرو. وقبل ما ندخلوهم للفور نديرو بالبانسو شويه زبده وندهنو شويه هاد الوجه باش يتحمر ثاني، ومن بعد كي يطيبو نخلوهم يبردو في السيف لو مول تاع السيليكون هدايا، نخلوهم يبردو باسكو الا على السخانه هكذاك الا قلبناهم على السخانه ما راح يفسدو. نخلو البطاطا تفسد، خابكم بلي فيها لاميدون البطاطا صافي حتى تعاود تحكم روحها، ونعاودو نقلبوهم وتشوفو التكمله تاع الوصفه. المول تاعي من الكونجيلاتور كيما قلت لكم لازم يحكموا روحتيهم، دهنتهم شويه زبده دوكا ندخلهم في الفور. انا لي بوم دو تيغ تاعنا راني خرجتهم من الفور، شوفوا كيف يخرجوا فاسيلمون فوالا، ونحطوهم هنايا في البلاطو باش نعاودو نديرو لهم فرماج غابي ونعاودو ندخلوهم في الفور. دوكا انا درنا لهم فرماج غابي هكايا، دوك نديروهم في الفور يزيدو يتحمرو شويه يتكراتيناو و سي بون. اللي يحب يدير لهم صوص بيشاميل يدير،
اللي حاب يدير لي صوص وجي يدير. انا راني حبيت طوماطه ناشفين باش يجوا خفاف. هيا صح فطوركم. من بعد كي نخرجهم من الفور ونقدمهم في الصحن ونوريكم كيفاش خرجوا. هنا راهم خرجوا من الفور. كي الفرماج داب شويه هذه هي هكذا قدمناهم. راني فتحت وحده شفتوا كيفاش جات من الداخل. بون هذه لا فارس سي فاكولتاتيف كيما يحب الواحد. لا فارس واش حبيتو ديرو؟ حبيتو بالحوت؟ حبيتو بالكروفات؟ حبيتو بلا فيونداشي؟ حبيتو ديرو لداخل دي كرودي شغل غير دي ليغوم برك؟ نتوما واش حبيتو؟ حبيتو ديرو اون تيت بيشاميل لداخل؟ هادي انا عطيتكم الفكره وانتوما على بالي بلي بنات بلادي ما نخافش عليهم عندهم الافكار. هيا صح فطوركم وان شاء الله البروشين فيديو اللي عجبو يدير جيم ويابوني واللي ما عجبوش يجوز خلاص. هيا صح فطوركم.